السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، معكم منصور الناصر وحلقة جديدة من تثوير وتنوير. نشرت قولا لي مؤخرا على الفيسبوك يتضمن حوار قصير جدا بيني وبين شخص آخر، قال لي فيه قال أنا أعرف توجهك، فصراحة ما أعرف كيف أجاوب على الشخص، يعني لأن أنا أصلا ما أعرف توجهه، فقلت له يعني سو وات، يعني هل هي هذه التهمة؟ يعني خلاني هذا أفكر كثيرا في كيفية كيف نتناقش فيما بيننا، كيف نفكر، ولماذا نتصور بأن أي شخص مختلف معنا هو يحمل أو ينتمي إلى جهة أخرى مختلفة. هذا راح أوضح الموضوع وراح نوصل إلى نتائج كبيرة جدا، أعتقد لابد أن نتأملها حتى تسعفنا في أن نساهم جميعا أو نسهم جميعا في أن بأن نعيش نكون عامل فاعل بأن نخلق مجتمع متفاهم ومتحاور وقابل لوجود آخر مختلف بما بيننا. أنا أعتقد المشكلة هي بطبيعة الحوار وأطرافه، وهذا اللي يجب أن نحاول فهم شخصية، بالتالي يجب أن نحاول فهم شخصية من يطرح هذا السؤال، فهو لا يهمه ما يقوله الآخر، هو دائما يأتي من الآخر، يعني أو يجي من الآخر ويشعر فقط بأن الآخر مختلف عنه، وهذه هي التهمة. هذه العقلية اللي تتبنى هذا النوع من السلوك أسميها بعقلية الحمام، وهي عقلية التكرار والتبني، وهذه هي اللي جعلتنا نؤمن ونصدق كل فكرة حتى لو كانت خاطئة أو لا عقلانية، المهم هي الفكرة تشتغل. وما ماذا يعني بعقلية؟ بناء على تجربة قام بها العلماء مع حمامة، عودوها يوميا يعطوها أكل في مكان محدد، يضعوا لها في مكان صندوق في منطقة ما، دائما تأتي تتجول حرة، وتأتي وهي حمامة حرة تأتي وتتناول غذاء من هذا المكان. استمرت العملية فترة من الزمن، لكن بعد ذلك قرروا قطع الغذاء من هذا المكان، قطعوه نهائيا. واستمرت مع هذا الحمامة بالمجيء يوميا إلى نفس المكان ولمدة سنة كاملة، ما أعرف بالضبط الفترة، بس ظلت يعني ما توقفت نهائيا، يوميا تأتي لهذا المكان وتعتقد أو تؤمن، لاحظ الكلمة، هذا بالضبط اللي يحدث الإنسان المؤمن، إنه تعود على هذا الطريق وبعد ما يقدر يتخلى عنه لأن شاف هذا الطريق يشتغل، فيبدو أكو استعداد جيني داخل الإنسان لأن يكون يمتلك عقلية الحمام، وهذه العقلية هي التي يستثمرها رجال الدين ورجال السلطة والحكم في تعويد الناس على نمط معين وتكراري يصبح جزء لا يتجزأ من طباع الناس. كما قلت هذه العقلية هي اللي سمحت باختراع الدين وبالنسبة للإسلام الفكرة إنه حدث نبوي صار فترة معينة، ربما حدث صغير يعني، لكن عندما نشأ الدول وتم غزو البلدان وتدمير شعوب وحضارات شعوب وثقافات شعوب من أجل الكسب والسلب والنهب، وهذا عملية كانت كل الشعوب تقوم بها، يعني لا ندعي بأنه بس المسلمين أو العرب قاموا، بعد غزو البلدان بدأ اختراع الدين الإسلامي وبدأ تجميع القرآن وبدأ ظهرت السيرة بتكليف من أبي جعفر المنصور وظهرت الأحاديث النبوية والتفاسير، وهذه كلها عملية كان المسلمين بحاجة لأن يقدمون خطاب ديني يدعم أيديولوجية السلطة في مقابل أيديولوجيات قديمة وأديان وثقافات متطورة جدا كانت في بغداد، خاصة في الشام وفي مصر وفي فارس، مناطق ثقافية شاسعة جدا وزاخرة بالأسماء الكبيرة. فما لا يفعل المسلمين؟ فعلوا ما أتوا بهؤلاء نفسهم الموجودين المثقفين، قالوا لهم تعالوا سووا لنا دين. هذا ما حدث باختصار، سووا لنا دين وخلينا نوجه الناس لاعتناق هذا الدين وننشر أسس ومبادئ هذا الدين من خلال الجوامع المنتشرة والمعابد اللي نبنيها، فاتفقوا على كل العملية وصارت هي. طبعا هذا لا ينفي بأنها موجودة في زمن
البعثة النبوية. لا لا ننكر هاي المسألة، لكن مو بهاي الصورة اللي هي الآن احنا نفهم. لا، هي كانت مسائل بسيطة، حتى الجامع هو فكرة الجامع، وحتى الأسماء والمصطلحات وكل التفاصيل المعقدة ظهرت لاحقا بعدها 100 سنة 200 سنة وحتى 500 سنة، وتطورت إلى هذه اللحظة الإسلام الآلي اللي نعيشه أو حتى اللي نفهمه. رغم أن الكتب هي نفسها قديمة، إحنا نتلقى الأمور مو بالطريقة القديمة كما هي. علينا أن نعي هاي المسألة، إن هاي مسألة خطرة جدا، وإذا ما شعرنا بها هي هاي اللي تؤدي بنا دائما إلى أن نسلك سلوك خاطئ أو نفكر بطريقة خاطئة. وأنا الخطورة في الموضوع نفكر بطريقة خاطئة ونستعمل أدوات مغلوطة أو مشوهة في تفكيرنا. التفكير لابد أن يعني التفكير أيضا حال أي شيء، عملية أو بروسيسين تحتاج أدوات للتفكير، وأدوات هذا التفكير مصطلحات ومفاهيم وكلمات، وهذه الكلمات كما يقول كل كلمة هي حكم مسبق كما يقول نيتشه. يعني أنت تقول هذه الكلمة هي حكم مسبق، هذا القول نفسه بحد ذاته هو أيضا حكم مسبق. فإحنا هذه الأداة اللي نستخدمها بالتفكير لابد أن نفحصها جيدا ونفهم ما معنى كلمة دين عندما نتحدث عن الدين، ما معنى كلمة حديث، ما معنى كلمة إسلام، ما معنى كلمة الله أو كمفهوم وكمصطلح. هذه كلها إحنا خالطينها خلطة عجيبة غريبة وماشين بها، وكأنما إحنا ويعني محققين النصر والدقة الكاملة والقناعة الراسخة فيما نعتقد. وقلت هذه عقلية الحمام يجب أن نتخلص، حتى ما أدخل بتفاصيل، لأن كثير باليوتيوب ناس حيب تتحدثوا عن الإسلام وقضاء الإسلام، وبعض يطعن بالإسلام ومحمد وأنا ما يعني ما أدخل بهذه التفاصيل رغم الاطلاع الواسع عليها، لكن مو هذا الهدف. الهدف إحنا بعد كل هذا شو اللي نسوي؟ يعني هل نظل احنا نحكي ضد الإسلام أو مع الإسلام؟ هل هي حلبة وبها مصارعين يتصارعون ونجد ونستمتع بمن سيفوز في النهاية؟ لا، لابد أن نطلع من هاي معمعة هذه الصراعات الفارغة أو اللي يعني بعد ما لها داعي. يعني الإنسان مو بحاجة إلى هذا، يعني بغض النظر عن أي شيء، إحنا ما نحتاج، إحنا نحتاج يكون حقيقيين ونتناول أو نتعامل مع الحقائق كما هي، وبغض النظر عن الحياز العاطفي على الأقل. بعد ذلك عندما يكون أن الحياز العاطفي بعد ما نتمكن من اصطياد ولو جزء من الحقيقة والتأسيس عليها بعد ذلك، وإلا فإحنا نظل ضائعين ونأسس دائما أفكارنا و طموحاتنا وأعمالنا وأيضا مستقبلنا على جرف هار. يعني ما جرف بأي لحظة كله ينهار بنا، وهذا حدث مرارا طبعا مناسب، يعني مو شيء يعني راح أنا أتوقع أو متشائم، لا هو موجود أصلا، وعملة الانهيار مالتنا متواصل لحد هاي اللحظة. الخطة الآن كما أعتقد أنه أو أنه الإسلام الذي هو موجود الآن، هذا الإسلام ما عاد صالح للاستمرار برأيي. هذا الإسلام طبعاً راح يزعلون البعض، يقولون هذا تتحدث ضد الإسلام يعني تسوي لقصة. يا أخي الإسلام هذا هو مو هذا الإسلام الموجود الشائع، هذا ما له علاقة. يعني هو هذا الإسلام الشائع هو تحصيل حاصل صناعة بشرية، يعني هذا الإسلام الموجود مو هذا نفسه اللي نزل من السماء، ولا راح يكون بالمستقبل دين الإسلام نازل من السماء ولا سابقا، وحتى بزمن الرسول ما كان أكو إسلام نازل من السماء. الإسلام مفردة أو مفهوم لغوي، يعني هو يصف الأشياء أو يعطي توجه معين، لكن لا يمكن في لحظة من اللحظات أن يكون لك إسلام ناجس ومنتهي ومحسوم. يعني هو مو حباية نشربها ورأسنا صار عندنا مسلمين 100%، هذا الكلام اللي يقوله كلام محسوب صراحة، إما مغفل وغبي، وإما إنسان منافق ودجال ويحاول أن يسوق بضاعته على الآخرين أو يبرر شيء ما. الرأي الآن أن الإسلام هذا الموجود في حالة الحياة، والمطلوب الآن خاصة الخطة الآن أنا أعتقد من قبل الدول الغربية هي قطع أنفاس هذا الإسلام، ولكن
قرروا بهدوء وبدون أن يتحالفون مع الليبراليين من أمثالنا أو العلمانيين والمتنورين، لا بالعكس يتحالفون مع كبار الطغاة والذين يمسكون بزمام الأمور، لا يريدون أن تفلت زمام الأمور من أيديهم ويدخلون في قلاقل وحروب اجتماع أهلية وإقليمية هم في غنى عنها. هم يريدون يغيرون هاي المنطقة شيئا فشيئا، وبايدن شرع بهذه المسألة. ونلاحظ جميعا أنه كيف اختلفت، يعني مو قبل مجيء بايدن بسنتين يعني كان في شعور عام بأنه هاي المسألة مسألة الإسلام المتطرف السلفي العنيف، هاي المسألة انتهت ويجب أن يعرف الإسلام حدوده والمتطرفين حدودهم، ويجب أن يكون الدين حالة حال أي شيء آخر داخل المجتمع. يبدو أنه هاي الخطة، لكن يبدون يحققوها بطريقة هادئة وبدون ضجيج وبدون إشكالات كبيرة ومن قبل القادة، واللي صار لك الفترة الأخيرة من قبل أردوغان اللي قطع علاقته كما يبدو مع الأخوان، ومن عدم دعم السلفيين في جوامع أوروبا والمغرب، المغرب والمغرب يزعلون جماعة المغرب العربي، المغرب والمغرب العربي، المغرب الأمازيغي يعني ما يخالف. المهم هو المغرب، دول المغرب تونس ومصر وتونس والجزائر والمغرب أيضا وموريتانيا، هاي الدول أيضا بدأ تخف موجة الدعم للسلفيين والوهابيين هناك. هذا العملية ليست اعتباطية وكلها بتأثير، لأنه سبب بسيط، لأنه عملية لأنه يعني هي يعني بعد ما عاد مفيد لهم، لأنهم جابوا حول التيار أو الشيوعية الكافرة الملحدة السيفياتية وتخلصوا منها، فبعد ما عاد بحاجة له. وأيضا بعد ذلك جابوا ولاية الفقيه الإيرانية واكتشفوا أن القضية ما يحتاج أنه يجابوا يعني بتطرف تطرف مقابل تطرف مواد ودعم هاي الأطراف، فيتركون يصيرون يتخلصون من الإسلام السلفي ويسوون تحديث الدول والتحاق برحب العالم، والولاية الفقيه هي الوحدة تسقط من قبل شعبها نفسه. لأن أنا قناعتي الشخصية أنه شعب إيران أكثر تطور وأكثر ثقافة وأكثر وعي من حكامه بكثير، وهو هذا اللي خلاهم يعني تنبني دولة قوية بمعنى الكلمة في إيران، لأنه مو لأنه هناك حكام من رجال الدين، لا برأيي لأنه الشعب مثقف، وهذا نشوفه بالشارع. يعني أنت أي واحد مطلع على الواقع اليوم الإيراني راح يكتشف هاي حقيقة، ويكتشف بأنه آخر شيء يفكرون به الآن الشعب الإيراني هو التيار الديني أو الاعتماد على الدين باعتباره هو إطار الحياة وإطار الحكم وإطار السلطة والإطار الذي يدير الحياة وشؤونها وكل ما يتعلق بمصالح الأفراد والعباد. هذا أمر محسوم، لكن هذا لا ينفي طبعا أنه هناك نسبة من الإيرانيين هم متدينين متسنتين، لأنهم هذا تربوا تحت في الكتاتيب ومدارس الدينية، وهؤلاء غسلت أدمغتهم تماما، لكن هذا لا يعني بأنهم هم الغالبية، لا الغالبية العظمى من ناس إيران فيهم متقبلين، وهؤلاء راح يغيرون تاريخ أيضا كما غيروا التاريخ عندما جاء الخميني، وكانوا هم سبب المثقفين والليبراليين والعلمانيين، هم كانوا الداعم الرئيسي لهذا الرجل وخلوه يوصل إلى منصب السلطة العليا. أنا حتى ما أتحدث عن إيران كثيرا، أنا أتحدث الآن عن أنه هذا الإسلام باتت الآن خطة قطع أنفاس هذا الإسلام جارية حاليا وبشكل هادئ. أما في الغرب فالدين الإسلامي بالنسبة للشباب المسلم هناك يعني هو مو بالنسبة لهم، يعني هو مجرد شكل هوية خاصة بالمسلمين ويعطي نوع من التميز للشباب المسلم هناك، لكنها نسبة المتطرفين بهم قليلة جدا، ومع الزمن باتت أقل بكثير مما سبق، ونادرا ما بعد بالنسبة لأنه قطع التمويل، وبعد يعني ما تلقى هذا ذاك الحماس القديم، وأيضا الدول الغربية بدأت تتصرف بطريقة مختلفة عما سبق. يعني
صار توجه عام بأنه هاي المسألة دعم التطرف وتخريب بلدان المشرق العربي أصبحت لها مردودات عكسية على أوروبا، وخاصة حملات يعني جتهم بالملايين المهاجرين، فهم بالنتيجة دفعوا ثمن سياستهم الغبية يعني صراحة. وهم ضحايا هاي السياسة طبعا، سواء مو بس بلدان الغرب، أيضا قادتنا وحكام العظماء جدا. أنا أعتقد بعد ذلك راح يصير يعني، شوف مثلا الآن أكو نقاش مثلا يصير عن الحجاب، نشوف أكو يعني تطرف نقاش عن الدين. هذا مع الوقت راح يصير شيء طبيعي، هو صار طبيعي تقريبا الآن، إنه من عندما نشوف أكو نقاش عن الحجاب يعتبرون جماعة الحجاب إنهم متصلين بهذه المسألة. لا بالعكس، هو إنه عندما نجعل موضوع الحجاب، الحجاب موضوعا وليس موضوع الحجاب، عندما نجعل الحجاب موضوعا فإذا هو أصبح قضية معرضة للنقاش. والآن مع الوقت الآن الدين نفسه أصبح موضوع، وهذا خطورته وين أو أهميته وين، لأنه الدين لم يعد هذا الشيء الذي يحكم إطار الحياة والذي أو الشيء الذي لا مفكر فيه، لا، أصبح الدين هو نفسه. من حق الإنسان الآن أن يتناول الدين بأكمله كمنظومة بشرية، كمنظومة فكرية بشرية، أو كمنظومة إجرائية بشرية، أو منظومة اجتماعية جماعية، أنا ما أسميها جماعية. هاي المنظومة أصبحت الآن عرضة للتساؤل وللبحث وللتمحيص وللتدقيق. هذا الدين هو منتوج بشري وليس لم يأتي من السماء. الذي يأتي من السماء ربما نصوص، ما يجي دين. يعني الدين كلمة دين، أدي حلقة عن معنى كلمة دين حتى واحد يفهم ماذا أقصد بهذا يعني المفهوم. أدي حلقة عن مفهوم الدين، أدي حلقة عن أن الدين يعني هو المجتمعات، المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية. هاي أيضا أدعو لمشاهدتها حتى لا أتحدث عنها. هذا الصراع قلت الآن قائم الآن بين الذين يدعون إلى الدين وبين الذين يدعون إلى العلمانية والتنمية. بالمناسبة صعود اليمين الأوروبي ضد التطرف الديني وضد المهاجرين والمسلمين تحديدا، هذا أيضا يواجه ارتفاع نسبة المشاركة الشبابية في بلدان الشرق، يعني بلدان المسلمين ضد النظام القائم. وهذا بدت معالمه تتضح من سنة 2011 بعد حملات أو ثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي ما هي؟ ثورات ضد النظام بأكملها، مو ضد الحكام. هاي الميزة الخطيرة اللي احنا ما جاي يعني ما جاي نقدرها برأي كثيرون، ما جاي يقدرها حق قدرها. هذا هو اللي دفع إلى كل القوى الظلامية القديمة أو القوى المهيمنة على الثروة والسلطة القديمة المعتادة التقليدية أن تنتبه على خطورة الأمر. بدأوا يشعرون بأن عليهم أن يوجهون حملات إعلامية للحفاظ على سلطتهم وعلى مكانتهم وعلى مكاسبهم. هذا الشيء يبدو أنهم جاي يتحكمون، لكن فات الأوان. الشباب الآن لا يمكن السيطرة عليهم. بماذا تقنع الشاب الآن؟ ماذا يقدم له الدين؟ ماذا تقدم له السلطة الخاصة به؟ والمشكلة مو هنا، المشكلة هاي السلطة وهذا الدين ما يقدر يقدم، ما عنده قدرة على أن يقدم شيء مفيد للشاب العربي الآن أو الشاب العربي. ماذا يقدم له؟ لا يقدم له علما، لا يقدم له تنويرا، لا يصنع له مستقبلا. كل ما يقدم له فرائض دينية بدون مقابل. يعني حسنا أنا قمت بكل الفرائض، رحت صليت وصمت وزكيت وسوات، وبعدين هذه العملية بأكملها ما عملية قطيعية، كلها عملية يعني الدين وأغراضه وأهدافه إلها علاقة بزمن مضى، ما لها علاقة بالعصر الحديث. العصر الحديث يقول لك أنا محتاج أنه أفهم العالم بطريقة عقلانية، أنا ما أنت تقدم لي أدوات قديمة عمرها 1000 سنة، ما أحتاجها. فالآن أزمة الشاب العربي الآن طاقة جبارة اللي يحاول أن يخرج من هذا العالم الصغير، الدين الصغير، عالم القطيع أو عالم الجماعة. هذا العالم أصبح ضيق، عالم يعني حدوده معروفة
ودقيقة، ودائما يقول لك هاي الحدود لا تتجاوزها، يعني يضعك في كهف مهما كان ساعة هذا الكهف، حتى لو ساعة دولة يعني، هو ما دام في الذهن وكهف هذا الكهف لا تتجاوزه، إن هذه تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه بعد ما تنفع، ما في شيء اسمه حدود الله. حدود الله أنت عندما تكون متدين مع نفسك، لكن حدود الله ما لك علاقة بالآخرين. حدودك بينك، حدودك حدود الآخرين هي حدود النظام الذي يحكم هذه المنطقة أو هذه المدينة، حدود التعليمات والأوامر والإجراءات والصيغ المتعارف عليها في التعامل بين الناس، هذه هي الحدود العامة. لا حق لك أن تضع حدودك عليه، أنت ضع حدودك الخاصة، لكن ما لك حق أن تضع حدود الله بيننا. الله لم يعد موجودا بيننا، الله أرسل نصا وانتهى الموضوع، وهذا النص من حق الجميع قرأته، لا حق لأحد أن يقرأه ويأتي ليطبقه عليه. هذه مسائل يعني إشكالات خطيرة جدا، أصبحت الآن موضع تساؤل. يعني حتى لو أنا قلت هاي قناعاتي، لكن هي هذه بحد ذاتها كموضوع أصبحت موضع تساؤل وموضع نقاش جدي، وسيؤدي بالنتيجة إلى أن يصنع مجتمع جديد مختلف عن المجتمعات السابقة. ماذا أقول هذا الكلام؟ إن الإسلام يدعون بأنه هو إسلام لديه علوم وما إلى ذلك، هذا الإسلام ما يحتاج علوم، هو مو علم حتى تجي تدعي بأنه هذا الإسلام علم، هذا أكاذيب وإدعاءات فارغة، بروباغاندا مزيفة. الإسلام ما يحتاج علوم، بالعكس يحتاج أنه عندما بدأ الإسلام أصبح أيديولوجية السلطة أو الورقة التي تلعب بها السلطة حولتها إلى ورقة قوية، واحتاجت إلى مثقفين يأسسون لهذا الإسلام ويصنعون هذا الإسلام من خلال الأركان، وأخذوا النصوص القديمة عالجوها وقدموا نصوص أضافوا عليها من الحديث، يعني بحجة إنه بدأوا يختارون الحديث، لأن القرآن بأكمله كنص ما يغطي الحديث، يعني هو كل تناقضات، فما لا يمكن أن يطلع من عنده علم، يعني الدين ما ممكن يطلع منه علم على الإطلاق، كل من بدايته إلى أخيره هو تناقضات، وحتى لأن لم تكن هناك تناقضات هو نص لغوي، نص لغوي لا يمكن أن يطلع منه قوانين. نص اللغوي ما ممكن، نص اللغوي هو الآن نص القانوني 100,000 مشكلة بكل جملة بكل كلمة، فكيف تأتي بنص أدبي منهجيا يصنف كنص أدبي؟ هذا النص لا يمكن أن تقرأ. الآن أعطيني معنى كلمة، أقرأ لك بيت شعر مثلا قفا نبكي، أو أقرأ لك بيت شعر للمتنبي، المتنبي لحد الآن يقرأونه يوميا، كل يوم يطلع لك قراءة جديدة، وهكذا النص الديني لا يختلف عنه بشيء، بالعكس أعقد منه بكثير. أختم كلامي أقول أنه الدين لا يحتاج دراسة، وكل ما درست فيها أكثر كل ما دخلت في متاهة أكبر، وحسما للأمر والخروج من هذه الدوامة والمتاهة اللي ما لها أي معنى، يصبح فهم الدين فهم شخصي، قرآن أو النص أنزل للناس جميعا، وبالتالي من حق الواحد يقرأ قراءة خاصة، لا حق لأحد، وهو في بيان في لسان عربي مبين، فلا حق لأحد أن يأتي يفرض قراءته عليه، وهي هو قراءته حالي. صحيح أنا جزء ما أفهم أو ما أعرف أقرأ، لكن هو من يقول هو يقرأ؟ بالعكس أنا أشوف إنه اللي يعرف يقرأ مرات يعني يعقد الموضوع أكثر من اللي يتقبل النص بتلقائية وبإيمان بسيط وحر ما بيتكلف. هذا بالعكس أنا أشوفه أيضا أكثر بكثير من الشخص اللي يبدأ التفسير والدراية والعلم وهذه القصص اللي يخوفون بها العيال، يعني احنا في المسلمين. أما كلام عن شبهات، حدث بالشبهات هو مشبوه نفسه، يعني شنو عليه أساس تشبه؟ ليش أي آراء أو نقاط؟ هذا مجرد يضعون ساتر بين الدين وبين الناس، ويحاولون هؤلاء أن يصادرون الدين لأنفسهم ويستعملوه كأداة لتحقيق أغراضهم وأهدافهم. أما الاتهامات اللي يطلقها المتدين ضد الآخرين فهي تخصهم تماما، وأنا أقول لكم أي تهمة تسمعها من أي متدين، خاصة المتدين المسلمين المتعصبين، اقلبها تطلع صح. أي شيء يقوله اقلبه يطلع، يعني يقول لك أنت كافر اقلبه يطلع تكتشف أنه هو الكافر، يقول لك أنت مدسوس تكتشف هو المدسوس، يقول لك أنت فاسد تكتشف هو الفاسد، وهكذا.
تكتشفه هو اللي يتحدث باسم العلم والعقل، تكتشفه هو اللي يتحدث باسم الوهم والجهل، وهكذا أي شيء يقوله يتكلم لك باسم الحق تكتشف أنه هو كله باطل في باطل. ويعني حتى لو كان هو صادق ومؤمن بكلامه بالمناسبة، مو أقصد الشخص المنافق، لا المتدين الصادق أيضا، لأنه هو قائم، هو يعني جالس في قلعة مؤسسة على الهواء، فما كل قصص يعني قصص على فراغ وما لها أي أساس متين. على كل حال أنا أقول الدفاع عن الدين بهذه الطريقة أو بعكسها ما يشرف أصحابها، وكل من يدافع عن الدين هو يعني هو يعلن في الوقت نفسه عن إفلاس وفشل، وفشل داخل شخصية أصحابها، لأن هؤلاء هم أسرى معتقداتهم وعقيدتهم، أي هم أشبه بالمدمنين السكارى بهاي الخمرة أفكارهم وتوجهاتهم المغلقة. لهذا شوفهم يعني يعيشون بطريقة دائرية، يكررون كل شيء دائما، وما عادوا قادرين على الخروج من هاي الدوامة. وطبعا المناسبة هي حقيقة الدين، يعني هو وكل ما هو ديني وعقائد دائما تكتشف انه دائري، يعني يعود من حيث بدأ دائما. مثل مدخن السجائر مثلا يوميا يدخن، هو ما الذي يستجد له، هو نفسه هي السجارة نفسها يوميا يشرب. فهو المتدين نفس الحالة. لهذا السبب قال مثلا اشتهرت مقولة ماركس، وقبل اللي قالها ايضا شيلر وكانت في نفس الكلمة، افلون الدين افلون الشعوب. هذا مو معناه اساءة للدين، لا، بس هو هكذا، هو يوفر قناعة او تأسيس دائري يكرر يوميا. وحتى واحدة من معاني كلمة الدين هو العادة، يعني واحدة من اهم معاني كلمة الدين العادة والطاعة، والطاعة بالتأكيد والطاعة عملية دائرية، انت ما تطيع انت عملية تكرارية. الطاعة ما كل يوم اطيعك وباكر ما اطيعك، لا، هي الطاعة عملية واحدة، هي دورة واحدة لا تقبل الانتهاء. انا اعتقد انه احنا يجب ان نخرج من هاي الدوامة الدينية وننفتح على العالم وندع الزمن يتطور ونكسب الايام ونقدم قراءتنا للواقع، ويصير عندنا يعني تراكم. الغرب كيف تقدم؟ عندما خرج من هاي الدوامة الدينية وبدأ يفهم الزمن، وبدأ صار كرونولوجي، يعني صار تراكم زمني، أكو حقب تتلوها حقب، أكو إنجاز يتلوه إنجاز. إجا نيوتن قبل كوبرنيكوس قال أكو الأرض هي الأرض تدور حول الشمس، إجا وراء نيوتن طلع القوانين، كيبلر طلع معادلات الخاصة بالرياضيات بهذا، إجا نيوتن رتب طلع القوانين الثلاثة مالته، وقوانين الجاذبية ورد الفعل، الفعل ورد الفعل والقصور الذاتي وغيرها. واكتشف بعد ذلك إجا ماكسويل طلع يعني معادلة الكهرومغناطيسية، وراء إجا أينشتاين، قبل بور إجا وراء هايزنبرغ، وهكذا. شوف أكو مسيرة، أكو شيء يتحرك للأمام. الأخطاء العلم أصبح هو تاريخ أخطاء الدين، لا لك، لا، هو التاريخ هو الصح، كل ما مضى الزمن إحنا صح، يعني ما عندنا خطأ. فالعلم دائما يصحح نفسه بنفسه، الدين لا يقول لك لا أنا صح، يعني ما عندي خطأ. فكيف ممكن أن تعتقد أن هناك إمكانية؟ لأن الدين يقدم شيء للناس وللشباب الآن اللي هم متصلين يعني بعلوم العصر، وعندهم طموحات وعندهم أفكار وعندهم يطورون نفسهم. الدين أكبر عائق لهذه المسألة، وعلينا أن ننتبه لهذه القضية وخطورتها، وعلينا جميعا أن لا نكون جزء من الذي يدعم كل ما هو ضد مصالح أولادنا وأحفادنا والمستقبل، لأن المستقبل ما راح يرحمنا، صدقوني ما راح يرحمنا المستقبل إذا وقفنا بطريق الناس وجعلناهم يفكرون بطريقة دينية متخلفة. دع الدين مسألة شخصية وخليه يروح، شنو يسوي؟ خليه ما راح تقرب الدنيا، ماكو مشكلة. يجب أن لا نتهم كل واحد يقرم عن آراء وأفكاره بأنه هذا كيف ولا كيف، ويجب أن كما قلت أن نفهم أن هذا الزمن اللي يفرض فيه على الناس
ما يقولون ويفعلون هذا ولا إلى غيره، وأن علينا أن نضبط موازين عقولنا وعقول الآخرين ونساعدهم على الخروج من هذا الواقع الرديء اللي عايشينه، ونجيد بالتالي التعامل مع العصر بالطرق وأساليب هذا العصر اللي ما عاد كما مثل ما يتمنى وأتادوا وهذول اللي يشتمون ويسبون ويحرضون على الغاء الآخر وطمس أقوالهم ونفي وجودهم. هؤلاء الذين يرفعون شعار قطيع الذي ينتسبون له ولا زمنهم منتهى. شكرا جزيلا، وراح أتحدث وراها عن أنه يجب أن نشجع الحلقة القادمة مباشرة بعد هاي، راح أقول عن كيف نشجع الدين على أن يساعد على نشر الإلحاد والملحدين، فأتمنى تتابعوها أيضا. وشكرا جزيلا ومع السلامة.